عين على عدسة الكاميرا والثانية ترقب نزيف غزة مسقط رأسه التي لا يفصله عنها سوى بوابة هذا المعبر. هو مصور تلفزيوني فلسطيني كلف بتغطية الأحداث من الجانب الآخر، حيث حركة مساعدات إنسانية متوجهة للقطاع. استأذنت من الزملاء قلت لهم أنا اللي لازم أطلع رفح، على الأقل أكون جنب أهلي حتى شامم هواهم ريحتهم. أنا صح مش قادر أروح أساعدهم أو أكون في محنتهم جنبهم، بس أنا حاسس إن أنا أقرب. أنا بشوف الضرب وبحس بصوت، بسمع الصوت وبحس بالضغط اللي بيعمله، فعشان كده ببقى أحساسي معاهم أكتر. أما أهله فكانت رباطة جأشهم أقوى من القذائف. إحنا بكويسين وبخير، ما بتفكرش فينا في أي حاجة، إحنا أكننا قاعدين في رحلة، ديروا بالكم بعد كده حنروح. خلفت حرب غزة دمارا هائلا في الداخل وآلاما نفسية عصية على الاحتمال عابرة للحدود. فضحايا الحرب يموتون مرة، بينما يموت ذووهم خارج الحدود كل يوم مرات ومرات. هذان العجوزان اللذان قدما إلى مصر للعلاج من بين العالقين الذين تنفطر قلوبهم على أبنائهم وأحفادهم، لكن لا حيلة لهم سوى الدعاء. يعني يوم 7 يوم 8 أنا كنت موجود على المعبر عشان أرجع أقعد بين أولادي وبين أهلي وبين أحفادي، أموت بينهم ما متش برضه ولو أنه هان أهلي برضه. لماذا ندفع الثمن إذن، وإلى متى، ومن يحمينا؟ أسئلة تتردد على ألسن هؤلاء، لكن يبدو أن الإجابة لم تأتي بعد. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، معبر رفح.